هيك إن شاء الله بإذن الله ربي بيكرمك بالسعادة الأبدية وتكوني أسعد امرأة في العالم، وهيك إن شاء الله بتقوى علاقتك مع الله عز وجل أكثر وأكثر. في سكون الليل والناس كلها نايمة، ادخلي على الغرفة التي خصصتيها لأجل قيام الليل، لأجل استقبال الله في قيام الليل، لأجل أن تخلي مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، لتناجينه وترجينه خوفا وطمعا منه سبحانه وتعالى. عطري مصلاك حبيبتي بأجمل عطر عندك، عطري مصحفك، استقبلي الله عز وجل وكلك يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو القريب وهو المجيب وهو الودود سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. هيا بنا نقوم الليل ونكون بإذن الله كلنا من أشراف الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم، يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل، ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين، ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخواتي الفيديو كيف نقوي علاقتنا بالله عز وجل، لأنه مثل ما تكلمنا بالأمس أساس السعادة في الحياة قوة علاقتك بالله عز وجل. كل ما تقربين من الله عز وجل وتقوي هذه العلاقة كل ما تزدادين سعادة بإذن الله تعالى وتنحل مشاكلك كلها. وإلنا إذا تركنا ساعة لله عز وجل باليوم خليناها لله عز وجل بأورادنا بأذكرنا بالاستغفار بقراءة القرآن بصلاة الليل، خلينا وقت مقطوع لله عز وجل، حتتغير حياتنا بإذن الله وحنبقى بإذن الله بتقدم، وإن شاء الله هيك منزيد قرب منه سبحانه وتعالى ومنزيدنا السعادة إن نحن نبحث عليها. دائما الإنسان يبحث عن السعادة، دائما هذا هدفك باليوم، كيف تكون مبسوطة، شو أعمل حتى أكون فرحان؟ طيب. إذا كنت بالسعادة، السعادة الأساسية هي علاقتي مع الله عز وجل، كانت مو موجودة بحياتي، فكيف بدي أنبسط؟ فأساس أي سعادة هي علاقتك بالله عز وجل، قوة علاقتك بالله عز وجل. وحتى قوي علاقتي بالله عز وجل مداخل حتى أقترب من الله عز وجل. يعني نحن كنساء، عم بتكلم أنا عن النساء، كيف كون قريبة من الله عز وجل؟ بثلاث مداخل. مدخل الأول حجابك، صلاتك، قرآنك. الحجاب، الصلاة، القرآن. كيفك مع الحجاب؟ كيفك مع الصلاة؟ كيفك مع القرآن؟ حتقولي لي أنا بصلي ومحجبة وبقرأ قرآن ومع ذلك بحس بكآبة وحياتي كلها معطلة وما في شيء بيتم علي، وإذا خطابين كتير ما دائما عم تتفركش الخطب، ووظيفة ما حدا عم يرضى فيني، ودراستي دائما فاشلة فيها والناس تكرهني. أنت كل هذا عندك؟ طيب تعالي نشوف مرة تانية السؤال اللي بعده، كيف حجابك؟ أوقفني سبحان الله وأنا رايح على الروضة
يوم التروية رحت على الروضة الشريفة، فضل الله عز وجل ربي أكرمني بالذهاب للروضة، وأنا داخلة واقفين سيرة طويلة مشان يجي دورنا، واقفين وقفة تقريبا شي 40 دقيقة، يعني ما حدا بيوقفها إلا هو مصر إنه يوصل لهالمكان الفضيل وإنه يكسب هالنفحات. قدامي بنتين صبايا هيك بعمر 20 رايحين على الصلاة، رايحين على الروضة ليصلوا بالروضة الشريف، يعني كلها أمل إنها توصل للروضة وتصلي بهالمكان الطاهر وتكسب وتدعي لله عز وجل، يعني تدعي دعوة ربي سبحانه وتعالى يستجيب دعائها. لاحظت للبنت حجابها، يعني الإشارب قاعد على شعرها، إشارب يعني المصفع قاعد على شعره واعي، طرف شعره كله مبين من هون، كل شوي بترفع ويبين من الطرف، الشعر كله مبين من الطرف، الأظافر طول الضفر يعني ما شاء الله تبارك الله باين أكثر من شهرين هي مربيته، يعني تجاوز 40 يوم، طول الأظافر كله مناكير، رجليها من دون جرابات، عبايتها بس عم تلمها هيك كله مكشف من هون. طيب حبيبتي، أول ما بتصلحي طريقتك، أنت بتكوني عم تصلي وبتكوني محجبة وبتكوني عم تقرأ قرآن لكن كله أخطاء، الصلاة أول شيء لا تقبل بهذا الشكل، يعني أنا الآن رجلي مبينة ناقصة صلاتي، شعري مبين وين، وهي عم تصلي وشعرها عم الإشارة عم يسحط. طيب شعرك مبين، طيب رجليك مبينة، طيب كيف طهارتك، كيف صارت الطهارة والوضوء والأظافر كلها مناكير، كيف وصل الوضوء، ما بتوصل الوضوء، ما بيوصل أظافيرك، طيب صار 40 يوم ما تقبل صلاتك، يعني إذا صلحتي هدولي 3 مداخل مثل ما قلت لكم، القرب من الله عز وجل، صلحتي حجابك التي حجاب يوافق الشريعة الإسلامية، انتبهتي على الأخطاء بحجابك، في بنات بيلبسوا حجاب لكن بده حجاب، الحجاب اللي لابسته بده حجاب، هي لابسة الحجاب تبعها شعر مبين طرفه، ريحة العطر. طيب انت وقت تصلحي هذه الامور انت بنظرك ان هي لا، يعني مو هو الاساس، كيف مو هو الاساس؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا وعلمنا اللي بينقض الصلاه واللي بينقض الوضوء، اركان الصلاه واركان الوضوء، ومن اركان الصلاه الوضوء، ومن اركان الوضوء الطهاره. وين الطهاره؟ ما اسبغتي الوضوء اذا كانت في مناكير بايدك، واذا كان طهاره بدنك وملابسك ومكان عم تصلي فيه. هون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هون انت وقت تلبسي حجاب ساتر، انت هون امتثلتي لأمر الله بالستر بالحجاب، وقت تقوي علاقتك مع الله عز وجل بهدول الأسس الثلاثة، أسس العلاقة مع الله عز وجل بالنسبة لنا نحن كنساء، كنساء أنا عم تكلم، كامرأة تكوني أسعد امرأة بإذن الله إذا بقيتي انتبهتي على هدول الأسس، حجابك دائما حاولي، اتقوا الله ما استطعتم، دائما انظري اللي ربي سبحانه وتعالى بريده، مو اللي بريده نفسك وهواكي. أنا هيك بلبس مثل الموضة، أنا بدي ألبس، أنت معناها ما تحجبتي، أنت كانت الحجاب بالنسبة إليك مو عبادة، عادة، فلانة سوت أنا بدي أسوي مثلها، شكلها هيك أنا بدي أعمل هيك، هذه صارت عادات وأشكال وتقاليد ونوع من أنواع الموضة. لكن إذا أنا لبست الحجاب وفق المربي سبحانه وتعالى أمرني فيه أن يكون حجاب، اسمه حجاب يعني ساتر، يستر، الستر، الحجاب هو الستر، استري الفتن والزينة اللي فيكي، هيك انت عبدتي الله عز وجل. طيب صلاتي وضوئي، وصلاتي انه لا تقبل الصلاة بلا وضوء،
طيب وضوئي ناقص، بحط المي على وشي أي كلام وبغسل، حتى ممكن ما بلغ لكوعي الماء وما بلغ لشعري الماء وما بلغ رجلي الماء وكعبي، وبلبس جرابات أي كلام، ممكن ما ألبس جرابات، ممكن تبين رجلي أنا عم صلي. كيف الصلاة بدها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت مكاملة؟ نحن نتكلم على أسس، هتكون هذا الأساس صحيح؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي أساس بحياتك تكون مبني على التقوى، صلاتك اتق الله بصلاتك، اتق الله بحجابك، اتق الله بقرآنك. في ناس بتلاقيها بتصلي حجابة تمام لكن ما في علاقة بينها وبين القرآن أبدا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن شاء الله تقرأ المعوذات باليوم. لذلك أنا كئيبة، أنا زعلانة، أنا مقهورة، ما في شيء قدامي عم يصير. كيفك مع القرآن؟ آخر همي إني أمسك آية من آيات الله، على الأقل على الأقل لازم باليوم نقرأ 10 صفحات. كان الصالحين بأسبوع يختموا القرآن. اقرأ القرآن، كل ما بتقرأ القرآن تستزيدي، كل ما تقرأ القرآن ربي سبحانه وتعالى بيرفع عنك، كل ما بتقرأ القرآن ربي بينفعك بالقرآن وبزيدك خير وبركة وبيفتح عليك من حيث لا تحتسبين، حتى لو ما حصل اللي انت بدك اياه بالضبط، لأن ربي سبحانه وتعالى عم يختلك الخير إلك. الله سبحانه وتعالى وتيرفع عبده إليه بيعطيه ربي سبحانه وتعالى الخير اللي إله اللي بيناسبه وبيكرمه باللي انت بتتمني وبيصلح حالك بإذن الله. لكن مثل ما قلت لكم امبارح تكلمنا على العلاقة مع الله، واليوم بدي اقول لك انه اسس العلاقة مع الله هدول الثلاثة، بالنسبة لنا نحن النساء الحجاب والصلاة والقرآن. بإذن الله بدنا نتكلم على كل اساس، يعني بكل اساس نخلي فيديوهات توعية اكثر كيف يكون حجابي على أسس التقوى، على أساس التقوى. وقت تحجب وأنا تقية متقية الله عز وجل متسترة، أنا هيك عبدت الله عز وجل وهيك ربي سبحانه وتعالى رضي عني. وقت تحجب لأجل أني أقلد فلانة وسوي لبسي بهذا اللون وبهذا الشكل واللي بيناسب الموضة، أنا معناها ما عبدت الله عز وجل، ومعناها أنا ما نلت رضا. وإذا كنت بصلاتي وفق الضوابط بالصلاة بأركانها بشروطها بواجباتها، الوضوء بأركانه بواجباته، بإذن الله ربي سبحانه وتعالى بينفعني بالصلاة، وربي سبحانه وتعالى بيكرمني يستجيب صلاتي وتقبل صلاتي، وهذه الصلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر. أتكون صلاتي صحيحة، وأتكون قراءتي للقرآن صحيحة، وأنا كل يوم لازم أقرأ ورد من القرآن وحاول أني صلح الأخطاء بالقرآن. يعني في بعض الناس خلاص تمسك القرآن ما بتتعلم أبدا ولا بتسمع شيخ ولا بتعرف شيء، بدها تقرأ القرآن بالأخطاء. لا، ما بيجوز، ما بيجوز. أنا لازم أعرف كيف أقرأ القرآن. أنا وقت أقرأ القرآن على الأقل إذا أنا كنت مثلا ما سمعت من قبل ولا تعلمت أحد ولا قادر أروح عند أحد أتعلم عنده، اسمع شيخ على الأقل الصفحات اللي حقرأها أقرأ معاه، بعدين أعرف على الأقل الأخطاء بالحركات عشان ما أقرأ خطأ. اتعلمي قراءة القرآن. كل آية أنت عم تقرأيها عم ترتفعي درجات عند الله عز وجل. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. يعني أنت كسبانة، واللي عم يقرأ القرآن وبتعتع فيه له أجران، أجر المشقة وأجر قراءة القرآن. فأنت بدك تحاولي تتعلمي وحاولي أنك تعرفي القراءة الصحيحة، هيك إن شاء الله بإذن الله ربي بيكرمك بالسعادة الأبدية وتكوني أسعد امرأة في العالم، وهيك إن شاء الله بتقوى علاقتك مع الله عز وجل أكثر وأكثر.
ومثل ما قلت لكم كل يوم خلي ساعة لله عز وجل، وكل فيديو أنا حقلك هذا الكلام، خلي بينك وبين الله سبحانه وتعالى ساعة، ما أقول ساعة يعني 60 دقيقة، لا، وقت مقطوع لله عز وجل، بستغفر، بذكر الله عز وجل، بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بحوقل، بقرأ القرآن، وردي من القرآن، وردي من حفظ القرآن، وردي من المراجعة، بصلي لله عز وجل نوافل، تقرب إلى الله بالنوافل، وشوفي كيف ربي سبحانه وتعالى حيغير حياتك للأحسن، وحتكون إن شاء الله بإذن الله تعالى من أحباب الله عز وجل الذين يحبهم ويحبونه. ويجعلنا يا ربي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه نحن هدفنا بهذه الحياة، وربي خلقنا لأجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف يمر يومي من دون ما أعبد الله عز وجل وحافظ على صلاتي صحيحة، وحافظ على قراءتي للقرآن، وحافظ على علاقتي مع الله عز وجل. ويا ربي اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.